هذه المظاهرات التي بتنا نشهدها في إسرائيل في تل أبيب تحديدا بشكل مستمر، هل يمكن اعتبارها عوامل مؤثرة على نتنياهو وعلى كابينة الحرب؟ مساء الخير، تحياتي تمام. لكم للمشاهدين. الحقيقة يعني ممكن اعتبارها إلى حد ما أنها مؤثرة، ولكن لا أعتقد أنها بالتأثير المطلوب أو التأثير الذي ممكن أن يكون يؤدي إلى تغير واضح في المسار السياسي والأمني داخل دولة الاحتلال. لأنه أولا نتنياهو لا يأبه بكل هذه الخطوات، لا يأبه بأي ضغط داخلي، وهو يتجه مسارعا إلى تصعيد الأمور. طبعا الأهداف معروفة، حماية هذه الحكومة الوطنية الفاشية وحماية نفسه من المحاكمة أيضا. وهو اليوم صرح بشكل صريح، إذا لم نستمر في رفع ونستمر في هذه الوجهة فهذا يكون مصير لحماس والمقاومة الفلسطينية وخسارة لدولة الاحتلال. وبالتالي هذه التظاهرات صحيح أنها تطالب، وصلت إلى مرحلة المطالبة بإقالة نتنياهو، وصلت إلى مرحلة ليس فقط الحديث عن إطلاق سراح الأسرى ولكن عن وقف الحرب بالكامل. صحيح، ولكن لم تتشكل حتى اللحظة جبهة داخلية إسرائيلية قوية بقيادات رمزية واضحة كاريزماتية في داخل دولة الاحتلال لتنزل نتنياهو عن عرشه ولكي تصبح أداة ضاغطة بشكل كامل لوقف هذه الحرب. وللأسف حتى هذه اللحظة أيضا لابد من ملاحظة أن الداخل الإسرائيلي كله يجنح إلى اليمينية والفاشية، ليس فقط الحكومة الإسرائيلية. لقد تم تعبئة الداخل الإسرائيلي بشكل كبير نحو الفاشية، الرغبة بالانتقام، الرغبة بالتخلص من الشعب الفلسطيني، التمسك بالعنصرية والصهيونية بشكل كبير. وحتى من يطالب بإطلاق سراح الأسرى هو يقول أطلقوا سراح الأسرى ثم استأنفوا الحرب. حتى معارضين نتنياهو داخل مجلس الحرب مثل جانتس مثل ايزنكوت لم يذهبوا الى مرحله المطالبه بوقف الحرب، بل القول ان اولويه لاطلاق سراح الاسرى. وزعيم المعارضه لبيد ايضا ذهب الى القول ان نحن يعني نقدم لك الحمايه لنتنياهو مقابل الاطلاق يعني انجاز صفقه الاسرى. ولكن كل هذه العوامل لم تجعل نتنياهو يتراجع عن موقفه. والسبب الأسباب الأساسية أن وجود أمثال بن جفير وسموتريتش على يمين نتنياهو أو لا يضغطوا في حالة التوجه لأي تسوية أو أي تراجع، هناك سيكون انسحاب من الحكومة ما يؤدي إلى سقوطها. بالتالي نتنياهو حتى اللحظة لا مرة أخرى لا يبه بكل ذلك، وإن كانت قد تؤثر إلى حد ما بتصوير الوضع الداخلي في داخل دولة الاحتلال الذي يصر على إطلاق سراح الأسرى وهم نعم من أهالي يعني الأسرى. ربما بات مفهوما أنه في إسرائيل هناك توافق على استمرار هذه الحرب حتى النهاية، ولكن الاختلاف فقط على ربما الأولويات في هذه الحرب كما فهمت أيضا من تصريحات حضرتك. ولكن أستاذ سامر، عندما يقرر بنيامين نتنياهو في ظل هذه الأصوات التي ترتفع في داخل إسرائيل بوقف إطلاق النار وتبادل صفقة مع حماس ثم بعد ذلك استئناف الحرب، هل هو باستمراره هذا دعنا نقول طيش بنيامين نتنياهو والذهاب إلى هذه المغامرة والذهاب إلى هذه العملية العسكرية ضد إرادة العالم أجمع، هل هو بذلك تنازل عن الأسرى كهدف من أهداف هذه الحرب بتقديرك؟ هو متنازل عن الأسرى منذ بداية الحرب. هو أصلا فعل تطبيق هانيبال الذي يجيز قتل الأسرى إذا كانوا لدى الأعداء بين مزدوجين. هذا جانب. الجانب الثاني، نعلم تماما أن نتنياهو يعني لا يأبه كثيرا بقضية الأسرى، ولو قتلوا جميعا لكان أريح له من الناحية العملية من التفاوض ومن وقف الضغط عليه بهذا الاتجاه. والقضية الثالثة أن أصلا الحركة الصهيونية بنيت على الميكابيلية، الغاية تبرر الوسيلة، وبالتالي فقدان هؤلاء يعتبر من ضمن من فقدت دولة الاحتلال. إذا كانت فقدت حتى هذا الوقت حسب تقديراتهم نحو 2000 قتيل، يعني لو كانوا 2100 ليست مشكلة أمام الهدف الكبير الذي يعتبرونه هدف سامي، وهو حماية الصهيونية من التراجع وحماية دولة الاحتلال من التقويض. إضافة إلى كل هذه العوامل أن نتنياهو أيضا يذهب بهذا العمق وهذا التحدي للداخل والخارج لعاملين أساسيين. العامل الأول ذكرناه
ويخشى كثيرا على أي انهدام، ويخوف المجتمع الإسرائيلي أيضا من أي تراجع وعدم تحقيق أي إنجاز على مستوى الحرب. من الجانب الثاني أن الضغوطات الخارجية لم تصل إلى مستوى تجعل من دولة الاحتلال تذعن لهذه الضغوطات، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كما قال الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عندما قال إذا أردتم أقل ضحايا قللوا الأسلحة، قللوا الدعم بالسلاح، وبالتالي الولايات المتحدة نعتبرها شريك كامل لدولة الاحتلال. هي فقط تقول لا تحرجونا أكثر من ذلك، حاولوا أن تنهوا القضية أو الحرب، لو هجرتوا الفلسطينيين، لو فعلتوا ما فعلتوا، ولكن ضحايا أقل حتى لا نحرج أمام المجتمع الدولي وأمام محكمة العدل الدولية. لذلك حتى الضغوطات الخارجية، أما الضغوطات الأوروبية أيضا لا تزال دون الحد المطلوب، لا تزال يعني تتماشى مع السياسة الأمريكية. هذه العوامل كلها تجعل نتنياهو يتحدى ويستمر في هذه الحرب العدوانية، وهو تحدى المحكمة العدل الدولية. بالأمس وجهت رسالة محكمة العدل الدولية بشكل واضح أن نحن طلبنا تطبيقات تتعلق في المسار في هذه الحرب، لم ينجز منها أي شيء حتى الآن، وطلبنا تقرير من الاحتلال حتى هذه تضرب بعرض الحائط. هو يتحدى القانون الدولي، وهو يسابق في الزمن لفرض وقائع على الأرض يريد من خلالها تقويض وجود أو إنهاء وجود الشعب الفلسطيني. بالمناسبة هذه حرب على الشعب الفلسطيني، المراد منها تهجير أهل قطاع غزة إلى سيناء وإلى مصر، تهجير الضفة الفلسطينية إلى الأردن، وتهجير 48 وهذا إلى كان لبنان. مرفوض. هذا كان مفهوم كل هذه الدول، وحتى مؤتمر ميونخ اليوم تحدث عن ذلك وقال أننا في بياننا نعرب عن قلقنا بشأن تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة. طيب هنا أستاذ سامر، تحدث حضرتك عن بعض الضغوطات التي تمارسها الدول الغربية، وحتى دعنا نقول الولايات المتحدة التي تنتقي مفرداتها بشكل ربما تتحفظ فيه عن هذه العملية في رفح، ولكنها لا تبدي رفضها لهذه العملية طبعا في رفح. هل سقطت كل هذه الضغوطات في اختبار بنيامين نتنياهو؟ أكيد سقطت هذه الاختبارات بشكل كامل. الولايات المتحدة بالمناسبة، حتى نميز ماذا تقول الولايات المتحدة، أنت يعني تفضلت بشيء مهم جدا وهو انتقاء الكلمات. نلاحظ أن البيانات التي تخرج من الخارجية الأمريكية أو من البيت الأبيض أو حتى من البنتاغون وزارة الدفاع هي كلمات منتقاة، تقول فيها أننا لا نؤيد مزيد من الخسائر، نريد إنهاء صفقة التبادل، نريد خروج الأسرى، ولكن في نفس الوقت تحافظ على العلاقة القوية والمبدئية والعقائدية والمصلحية مع دولة الاحتلال. وبالتالي الولايات المتحدة ما يثبت تورطها الكامل أنه منذ اليوم الأول لهذه الحرب، وعندما جاء بلينكين إلى المنطقة كانت الأهداف واضحة. عندما رفع نتنياهو الأهداف قال نقضي على المقاومة، نمنع أن تكون غزة مشكلة جبهة مقاومة لدولة الاحتلال، وأيضا إطلاق الأسرى. ولكن الهدف الغير معلن كان التهجير، فجاء بلينكين سريعا وذهب إلى مصر وذهب إلى الأردن وإلى عدة دول عربية بمحاولة الإقناع بالتهجير. إذا الولايات المتحدة موافقة من حيث المبدأ على تهجير الفلسطينيين، هذا جانب. الجانب الثاني، منذ اللحظة الأولى تبنت الولايات المتحدة كل الكذب الإسرائيلي، كل الكذب الذي كشف بالإعلام وكشف في كل المجالات أنه كان كذب وافتراء على المقاومة الفلسطينية. من جانب ثالث أيضا حمت دولة الاحتلال بالكامل، أولا من خلال الإمداد بجسور من الأسلحة المتواصلة، الغطاء الدبلوماسي والسياسي، الغطاء في مجلس الأمن باستعمال الفيتو المستمر، وبالتالي هذا يثبت أن الولايات المتحدة شريكة. هذه الضغوط التي نتحدث عنها هي شكلية، هي لذر الرماد في العيون، هي فقط لأن هناك نوع من التحول في الرأي العام العالمي، نوع من التحول في المجتمعات العالمية، بدأت تشاهد تصدق الرواية الفلسطينية أكثر وترفض الرواية الإسرائيلية، وبدأت أن تكتشف دولة الاحتلال على حقيقتها وأنها تمارس الإبادة الجماعية. بالتالي الولايات المتحدة خوفا من أن تتورط في هذا أمام محكمة العدل الدولية ولتخفف ذلك، وأيضا لأنها على أبواب انتخابات تخشى بايدن بالتحديد يخشى من ذلك، هو يحاول الإضرار وكأنه يضغط على نتنياهو في هذا الإطار. ولكن هذا الضغط أنا في اعتقادي الولايات المتحدة لو أرادت وقف هذه الحرب
في ساعه واحده توقف هذه الحرب بضغط واحد، بضغط بتليفون واحد، بايقاف كل المساعدات عن دوله الاحتلال تستطيع ايقاف هذه الحرب. ولكن انا اعتبر انها هي شريكه، وهي تريد القضاء على المقاومه الفلسطينيه، بل هي تريد القضاء على الحلم الفلسطيني بالكامل وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. هل يمكن الحديث يعني استاذ سامر هنا عن فعلا وجود حرب بارده بين اسرائيل والولايات المتحده، بين بايدن ونتنياهو، ام هذا فقط ما يريدون تسويقه للعالم حفاظا على ماء وجه الولايات المتحده والاعتبارات سياسيه وانتخابيه ايضا كما تفضلت؟ إذا عدنا قليلا في الوقت السابق، بايدن اختلف مع نتنياهو عندما شكل هذه الحكومة وضم فيها بن غفير وسموتريتش، صحيح، ورفض استقباله لفترة طويلة، ولكن بعد بدء هذه الحرب العدوانية سرعان ما بايدن توافق مع نتنياهو في كل المسارات، لذلك لا نستطيع أن نسميها حرب باردة.